حالة من الإرباك باتت تفرض نفسها على مختلف القطاعات المرتبطة بالاتصالات وتقنية المعلومات في محافظة حضرموت جراء تدني مستوى تغطية شبكات الاتصالات العامة بنسبة قال مختصون إنها تصل إلى 20%. يضاف إليها الانقطاع المتكرر لخدمة الإنترنت. قطاع البنوك والمصارف والشركات التجارية من أهم القطاعات المتأثرة سلباً من تردي الاتصالات، وهي التي تعتمد عليها في جميع تعاملاتها. انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت أثرت سلبياً على أعمالنا كشركات تجارية، وأدت سلبياً إلى تأثر البيع وتأثر عملية التحصيل وعدم التواصل مع العملاء بشكل عام سواء داخل البلاد أو خارجها. المؤسسة العامة للاتصالات بررت تردي خدماتها بتزايد أعداد المشتركين وقلة محطات الاتصال البالغ عددها 18 محطة يراد لها أن تغطي كافة مناطق الساحل، فيما تحتاج مدينة كالمكلا لوحدها ل15 محطة. منذ أن تركبت الشبكة لم يتم تركيب أي توسعة خاصة بهذه الشركة. خدمة الإنترنت 3G في نفس الشركة سبب ضعف غير عادي وملحوظ بتغطية المحطة بزيادة عدد المشتركين، يظهر خلل في عدم القدرة على الاتصال وعدم القدرة على الخروج أو الخروج بعد عدة محاولات. الاعتداءات والتخريب الذي طال شبكات الألياف الضوئية تمثل هي الأخرى إحدى أسباب تردي الخدمة، ناهيك عن تعطل المخارج الاحتياطية وصعوبة إصلاحها جراء استمرار الحرب في البلاد. كان معنا أكثر من مخرج، حوالي 3 إلى 4 مخارج، ممكن إذا انقطع مخرج ممكن نخرج من المخرج الثاني، سواء كان باتجاه مأرب أو باتجاه أبين أو باتجاه شبوه، فكون أنه يكون مخرج واحد فبالتالي تبقى تنقطع الخدمة بشكل ملحوظ وتتأثر كل الجهات وكل الناس يعني المشتركين. وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا اعتزامها إطلاق مشروع لتحسين الإنترنت لتصل السرعة إلى 1800 ميجا بايت في الثانية. على الرغم من وعود الحكومة بتحسين خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل خاص، إلا أن هنالك من يرى استمرارية المشكلة ما لم تنهي الحكومة احتكارها تزويد الخدمة والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تقديم خدمة تلبي احتياجات المستخدمين. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.